اكد المشروع الصحي لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه على نهج احترام حقوق الانسان وتعزيز دوله المؤسسات والقانون وفق الثوابت الوطنيه الراسخه هذا النهج تجسد من خلال التعاون المشترك بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه من خلال تطوير القوانين والتشريعات لتكون نموذجا عالميا في مجال حقوق الانسان خطوات مهمة خطتها مملكة البحرين في سبيل تعزيز مبادئ الحرية والتعايش التي تعتبر إحدى الحقوق التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني لكل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين وعنصرا أساسيا في استقرار المجتمع حيث شهدت المملكة نقلات نوعية واهتماما تصاعدي بحقوق الإنسان لدعم المسيرة الديمقراطية وتعزيز القيم والممارسات لها واتى التعاون البناء بين مجلسي النواب والشورى داعما ومثمرا لعمل المجلسين في مجال التشريع والرقابه من خلال التواصل مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المعنيه داخل مملكه البحرين وخارجها ودراسه التشريعات المعنيه كما ساهم هذا التعاون في سنها وسن القوانين التي تعزز حقوق الانسان لمواصله المسيره التنمويه الشامله التي يقودها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عمل المجلسان بتوافق مكن مملكة البحرين من مواكبة التطورات الدولية في هذا الملف باستمرار والتماشي مع المواثيق والاتفاقية الدولية استنادا إلى عدم مخالفتها الدستور والشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الراسخة في المجتمع البحريني التشريعات الوطنيه عكست احترام الحقوق والحريات وشكلت لمملكه البحرين نموذجا في النزاهه والشفافيه بتعزيز اليات المشاركه السياسيه من خلال السلطه التشريعيه وتطبيق القوانين بكل احترافيه من قبل السلطه التنفيذيه